لا تفاصيل أوضح وأكثر حول ما صرح به المتحدث باسم هيئة الدفاع عن القضاء المعفيين من عملهم. نعم صلاح، يبدو أن ملف القضاة المعفيين في تونس قد عاد إلى واجهة الأحداث من جديد قبل أيام من انتهاء هذا العام. يعني القطب التونسي لمكافحة جرائم الإرهاب وغسيل الأموال كان قد أمر بإحالة 13 قاضيا من بين 57 قاضيا وقع إعفاؤهم بأمر رئاسي هذا العام إلى قطب مكافحة الإرهاب من أجل الاستماع إليهم في تهم تتعلق بالتآمر على الأمن القومي للتونسيين وإخفاء ملفات قضائية لها علاقة بأحزاب تونسية ويعني قضايا ذات بعد أمني وإرهابي وما إلى ذلك يعني من قضايا أخرى. نذكر يعني أن الرئيس التونسي قيس سعيد كان قد أمر بإعفاء 57 قاضيا في أواسط عام 2022 بتهم بعضها يتعلق بالرشوة واستغلال المنصب والنفوذ، والبعض الآخر يتعلق بقضايا إرهابية وتتعلق بالأمن القومي والتآمر على الأمن القومي والدخول في منظومة رجال أعمال فاسدين وأحزاب ومنظومة حكم الإخوان التي كانت تسيطر على جزء من القطاع القضائي في تونس. إذن 14 من يناير عام 2023 العام المقبل ستكون الجلسة الأولى في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب مع 13 قاضيا من أجل الاستماع إليهم. لجنة الدفاع عن القضاة تقول إن هناك اليوم يعني مساعي سياسية ربما لإنهاء هذا الملف وإسكات ربما صوت القضاة المعفيين وعدم السماح لهم بالدفاع عن أنفسهم. طيب. رغم أن المحكمة الإدارية قد أنصفت البعض منهم. المعطيات يعني كيف تنعكس على الأوساط القضائية في تونس؟ إلى حد هذه اللحظة يعني تنعكس هذه القضية على اعتبار وجود نوع من الصراع والتجاذب بين رأسي السلطة، السلطة القضائية وكذلك السلطة التنفيذية الممثلة في رئيس الجمهورية قيس سعيد. هناك اليوم جزء هام من القضاة يعتبرون أن ما يفعله الرئيس التونسي هو إصلاح لمنظومة القضاء من الفساد ومنظومة الحكم في العشرية الأخيرة التي سيطرت ربما بلوبياتها وأذرعها القضائية على هذا القطاع. لكن جزء آخر طبعا من المعارضين للرئيس التونسي يعتبرون أن هناك مساعي من سعيد للسيطرة على جميع السلطات وأن يمسك ويريد أن يمسك بجميع السلطات في يده، السلطة التشريعية القضائية والتنفيذية. لكن اليوم من جهة أخرى القضاء يقول أن هناك أدلة، هناك وثائق، هناك تقارير تثبت يعني ضلوع هؤلاء القضاة في قضايا فساد. مثلا هناك قضاة تستروا على إرهابيين، هناك قضاة تستروا على ملفات لها علاقة بأحزاب من بينها مثلا قضية الصندوق حركة النهضة أو الصندوق الأسود أو يعني عمليات الاغتيالات السياسية التي حدثت يعني بعد الثورة لمحمد البراهمي وشكري بالعيد وغيرها من القضايا الأخرى التي ما زالت إلى اليوم في رفوف يعني المحاكم ولم يقع البت فيها ولم يقع النظر فيها. إذن كما قلت الشهر المقبل سيكون موعد لجلسة الاستماع ل13 قاضيا في قضايا الإرهاب والتآمر على أمن البلاد.